الحلال بين والحرام بين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الإنسان بجهاز إنذار داخلي، يوم لما الإنسان يهم أو يحاول أن يقبل على الحرام أو المعصية والعياذ بالله، الجهاز ده يحصل فيه إيه؟ يرن، والمنبه ده لو باظ يخسر الإنسان دنيته وآخرته والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وجعل نهاركم نادي بإذن الله. ازيك يا شيخ حسن؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة، ومالك علي يمين؟ أنت ليك وحشة يا ناجي باشا. وأنت عمرك ما غبت عن بالي يا شيخ حسن، إزيك؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا إله إلا الله، أنت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله أكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك وتقول لي أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله أكبر الله أكبر، هذه هي رسائل القلوب. عرفك بالإخوة المحترمين، دول بقى يعني ولادي وإخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى يا أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر، بس إيه كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى ناجبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجبيه ومالك علي يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو الأوقاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح على شوية سواك على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيشي دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ انت القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا اخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا، الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شيخ حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك، انت واسرتك وولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، لنقرأ الفاتحة.